لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متابعينا الكرام، أهلا بكم. حزن شديد يعيش هذا البطل العربي، كان بطل كاراتيه وكان ولا يزال يعني أسطورة الحتة زي ما بيقولوا، ولكن سبحان من يعني يعطي الصحة إلى الأبد، سبحان من له الدوام في مجال ما. ربنا هو أراد كده، خطأ طبي أدى، أقول لكم على حاجة، أدى لمقتله. أقسم لكم بالله العظيم وأنا صادق فيما أقول أن هذا الرجل عانى كثيرا من كل أوجه المعاناة، خطأ طبي أدى لكارثة داخل جسده، لا عارف يعيش ولا عارف يتنفس، وكل ما عليه ساعدوني ساعدوني الحقوني أنا معاكم. الحقيقة جمهور أبو كبير ميديا في كل مكان دايما بنقدم لحضراتكم الحالات الإنسانية، وأولها هنا نتكلم على أطيان أطيان من يعني طن فوارغ من الحاجات، كل شهرين ثلاثة يودي الحاجات دي بقى ويجيبها، كل شهرين ثلاثة في حزن شديد يعيشه هذا الكابتن داخل قلبه، كابتن وكان موظف وكان بياكل عيشه وكسيب، وللأسف كل ده ضاع في لحظة، كل ده ضاع في ثانية. قصة إنسانية من الطابع الأول وقعت أحداثها منذ عدة سنوات، ولكن تستكمل اليوم بعدم قدرته على المعيشة. ادعو له ادعو له ادعو له، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خليك مرتاح، أنا عايزك تمسك المايك ده، خليك مرتاح، خليك مرتاح. قول لي بقى مالك مالك. أنا عارف إن الأدوية كتير، وعارف إن الفوارغ أكتر، وعارف إنك أنت يعني ربنا سبحانه وتعالى مديك الصبر، بس عايز أعرف إيه حكايتك، عرفني بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، نورتنا يا أستاذ محمد. الله يخليك. والله وانا زي ما حضرتك شايف الوضع كده، شايف الموضوع، الموضوع صعب، الموضوع بادئ معايا بقاله فترة. أيوة. انما ما طلبتش استغاثة غير لما خلاص انا بقيت مش قادر، او معنى صح بقيت قادر اتكلم شوية عشان الناس يفهموني، او حد يسمع او يعرف انا بقول ايه. الموضوع بدا معايا بخطا، كنت موظف في احد الشركات في مصنع من مصانع السيارات الكبرى، يعني بصراحه كنت كسيب، الحمد المصنع لله. كان بيدفع طبعاً. حاجه كويسه بتقدر تعيش بيها. لا بقدر اعيش بيها، وكان مسؤول عن علاجي وكان مسؤول عن كل حاجه، انا كان بيصرف لي علاجي، وكان حتى لو قعدت تعبت كنت بلاقي ما يوازي تعبي. ايوه. فطبعا كنت بتتفانى في الشغل وبتتفانى في العمل. ايوه. لان صاحب العمل مش مؤثر معك في حاجه. صاحب العمل هي شركه مؤسسه. الشركه مؤسسه. ايوه. بحضرتك. بعدين حصل مشكله في صباعي، المشكله رحت عشان اعملها في، كان مسمار دخل في الصباع السبابه. الايد الشمال دخلت عشان انضف الصباع، كان حصل فيه صنطه. نضفت الصباع مرة واثنين وثلاثة عند دكاترة برا، ولكن للأسف كان بيبقى بيرجع تاني الصباع زي ما هو؟ زي ما هو، كأنك ما عملتش فيه أي حاجة خالص. آخر ما زهقت رحت لدكتور الشركة وقلت له حصل واحد اثنين ثلاثة، فطلب العرض على دكتور في العيادة بتاعته الخاصة تبع التأمين. الدكتور قال يعني لي، يعني أنت كنت رحت المستشفى وبعد كده قال لك تعالى لي عيادة الخاص؟ لا لا، ده انا رحت له العياده، الدكتور بعتني على العياده بتاعته، دكتور الشركه بعتني على العياده بتاعته. كويس، تعال على العياده. رحت له، رحت له على العياده الدكتور. وانت كل فكرك ده دكتور، وما دام عياده يبقى خاصه، يبقى ربنا هيسهل بالشفاء، صح؟ العلاج هيبقى كويس. ايوه يبقى كويس. المشكله اصل في صباعه، يعني مش كانتش حاجه كبيره. المهم لما دخلت عرضت عليه الصباعه وريته فيه حاجات في الرقبه هنا، رد قال لي دي اكياس دهنيه. قلت له طب والحل يا دكتور؟ قال لي نشيلها. دخلت العمليات، نظف الصباع وشلت الغدد الاكياس الدهنيه اللي موجوده في الرقبه زي ما هو ذكر. بعد ما شلت الحاجات دي بقى في عدم قدره للحركه للدراع اليمين، وقعدت فترات طويله اعمل عليه علاج طبيعي ومحدش. يا ساتر يا رب يا ساتر، يعني من صباع الدراع اليمين اقول لك حاجه اتشل خالص. الدكتور هو بيشيل الغدد الليمفاويه اللي كان مشخصها، عمل خبط في اربع اوتار في الدراع اليمين. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب. طب وبعدين؟
رحت مستشفى عين شمس عشان احل. لما رحت مستشفى عين شمس حكيت لهم الوضع ووريتهم الحاجة، عملوا الإجراءات بتاعتهم ودخلوني عشان يسحبوا عينة من الغدد الليمفاوية، لأن التحليل بعد ما الدكتور شال الحاجة طلعت غدة ليمفاوية، ما طلعش كيس دهني. فلما دخلنا بقى شاكين فيها ان هو يبقى فيها اشتباه في اورام ولا حاجة. دخلت المستشفى عين شمس عشان خاطر اشيل جزء من الغدد الليمفاوية، للأسف حصل الخطأ التاني، الدكتور بدل ما يشيل جزء من الغدد الليمفاوية راح قاطع عضلة من عضلة الدراع. يا ساتر. عضلة الترابيس اللي موجودة في الدراع اليمين. وكده انهى عليه خالص، وانهى الدراع خالص. الكلام ده كان في 2008. ربنا كرمني ورحت عملت المحضر لما اتحفظ كبرت دماغي، الموضوع ماشي عادي يعني، ما موتش يعني، مش الدراع اللي هيموتني، اقدر اتعايش من غيره. تتعايش ازاي؟ ده خطأ طبي فظيع. ما انا هعمل ايه؟ ما مش هفضل واقف عند خطأ حصل وهموت نفسي. فبقيت اكمل وربنا كرمني ونزلت كملت تمريني بعديها بفترة. بس الشركة ما رحمتش، الشركة طلعتني معاش على طول. اما خرجت من الشركة طبعا كنت عامل عملية لان لقوا في تكيسات على الكبد، دخلت عملت التكيسات اللي على الكبد. من بعد ما خرجت من مرحلة التكيسات لقيت طبعا كل ما كلهم اتعب جامد ومعدتي بقى مش قادر اتحرك ولا ارفع. كشفت على المعدة تاني لقينا في التصاق في الامعاء نتيجة العملية اللي اتعملت ازالة التكيسات من على الكبد. الكلام ده كان في 2009. في 2009 دخلت 3 مرات انسداد معوي بعد العملية. ثلاث مرات. ودخلت في 2010 مستشفى الجنزوري برضو بعد العملية مباشرة انسداد معوي، واتحطيت في الرعاية المركزة. بعديها ما فيش شهر كمان دخلت عشان خاطر التهابات في الزايدة، والتهابات شديدة لازم تتشال. سوء الحظ يصادفني الدكتور اللي عمل قطع في عضلة الترابيزس. طبعا الدكتور مرضيش يفتح، يا دوبك هو فتح عمل العملية من زور لانه كان شاكك ان في غلطة في العملية. فلما عمل العملية بعديها بعد عملية الزايدة مفيش اسبوع كمان دخلت المستشفى تاني انسداد معوي. طبعا انا انسداد معوي ده خرطوم بيدخل من المناخير ينزل على المعدة عشان خاطر يصفي كل اللي في المعدة. فطبعا كان الوضع كان صعب جدا، بقيت كل شوية من بعد العملية اخش مستشفى، كل ما كله ما اخش مستشفى، كل ما كله ما على الوضع ده، لحد ما جيت في 2018 رحت تعبت قوي ورحت للدكتور. الدكتور قال لي انت معدتك تعبانة ولازم نعمل استكشاف. طبعا استكشاف ده الكلام ده كان في القصر العيني.